الفترة الحالية يا أحمد يمكن إحنا شايفين استقرار شوية في أسعار الذهب، وإنت بتقول إن المتوقع إن هو ممكن يعلى أو يزيد شوية الفترة اللي جاية، يعني هل العرض والطلب بس لوحده الكافي هو اللي متحكم في ده، ولا في ممكن يكون عوامل دلوقتي حاليا؟ أنا بتكلم على الوقت الحالي. لا هو طبعا دلوقتي طول ما سعر الدولار أمام الجنيه مستقر زي ما قلنا ما بين 46 ل 48، يعني بيطلع وبينزل في الرينج ده على مدار الفترة الماضية، وبالتالي ده مستقر. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ده بيخلي فيه استقرار نسبي في سعر الذهب في الأسواق المحلية في مصر، وبالتالي الفترة المقبلة مع إن البنك المركزي الأمريكي متوقع أنه هو يخفض، إحنا دلوقتي سعر الفايدة على الدولار في أمريكا 5.25% ل 5.5%، ده بيسموه نطاق التسعير بتاع الذهب، نطاق تسعير أو الفايدة على الدولار. سعر الذهب بقى بيتحدد ازاي؟ لما بيبتدي يخفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي 0.5% في النص الثاني من 2024، يعني ربع متوقع في اجتماع شهر سبتمبر وربع تاني متوقع في نوفمبر او ديسمبر المقبل، يعني 0.5%، ده بيعمل او هيبتدي يتخفض الفايدة على الدولار، وبالتالي يعمل على ارتفاع اسعار الذهب، لان هو العلاقة عكسية بين الدولار والذهب عالميا. الفترة المقبلة الذهب هو أساس الاستثمار. ليه الاستثمار؟ برضو ده مش الذهب ده مش حاجة ضرورية، مش حاجة بناكل ونشرب منها. لازم نفرق بين الاستثمار ولازم نفرق بين الاحتياجات والالتزامات الأساسية للأسرة المصرية. يعني الاستثمار ده بيبقى فيه فلوس فائضة أو مش محتاجها الفترة دي، وبالتالي بشتري بيها حاجة عشان أحافظ على قيمة الفلوس أو أزودها، يعني أحافظ على قيمة الفلوس أو أرفع القيمة بتاعتها. وبالتالي الأساس الفترة المقبلة العقارات، الذهب، الشهادات البنكية لو أنا محتاج دخل شهري ثابت، لأنه برضو الفايدة عليها مرتفعة 30%، ده فايدة مرتفعة. أي سيولة مش محتاجها فيبقى ممكن أشتري، وإحنا بنتكلم دلوقتي وزن ربع جرام عامل في حدود 1200 جنيه، يعني أوقية وزنها ربع جرام عاملة 1200 جنيه. لو أنا عودت نفسي أن أنا أحوش كل شهر حتى لو 100 جنيه، لو 100 جنيه لمدة 10 شهور هيبقى معايا 1000 جنيه، لمدة 12 شهر هيبقى معايا 1200 جنيه، أقدر أشتري بيهم أوقية. يعني سعر سبيكة الذهب مش أوقية، الأوقية طبعا سعرها دلوقتي في حدود 125 ألف جنيه، أقدر أشتري سبيكة الذهب بربع جرام. والجرام واحنا بنتكلم دلوقتي اكتر من، يعني بنتكلم على حدود 4200 جنيه، اللي هو السبيكة الوزن جرام، ودي بتبقى معتمدة من مصلحة الدمغة والموازين، وفي نفس الوقت موجودة عند الجواهرجية او محلات الذهب المختلفة، سواء في القاهرة احنا بنتكلم على الجمالية او ميدان الجامع في مصر الجديدة او ميدان الدقي في المهندسين. دي كلها التجمعات بتاعت محلات الذهب. لو حد من اللي بيسمعنا دلوقتي بيبقى عايز مثلا يعرف يشتري الأماكن دي فين. والحاجة المهمة جدا أميرة إن لو أنا اشتريت مثلا الأوقية اللي هي وزن، يعني وزنها 31.1 جرام، وإحنا بنتكلم على سعرها 125 ألف جنيه، لو أنا عايز أقارن السعر وأنا كسبت ولا لأ كاستثمار في الذهب، أنا اشتريت دلوقتي مثلا يوم 11/6/2024، أقارن السعر ده في شهر 6 اللي جاي، شهر 6/2025، يعني يعدي عليه سنة، يعدي عليه سنة، لأن الناس فهم إن أنا اقعد بقى اتابع يوميا سعر الذهب حصل فيه ايه. لا الهاجس ده مش صح، لان الاستثمار في الذهب هو استثمار اكتر من سنه، زي ما قلنا الاسعار بتتحدد وفقا للعرض والطلب في البورصات العالميه، والعرض والطلب في البورصات العالميه ده بتحدده بورصه لندن للمعادن، والمتوقع ان سعر الاوقيه اللي احنا بنتكلم على 2300 دولار للاوقيه متوقع خلال العام الحالي ان هي توصل ل 2500، يعني ترتفع تقريبا 200 دولار، وهي بالفعل وصلت ل 2450 في فتره من الفترات. متوقع السنه اللي جايه توصل ل 3000 دولار للاوقيه، مدفوعه بان البنك المركزي الامريكي هيبتدي يخفض الفايده تدريجيا على الدولار، وده بيكون في صالح الذهب كاستثمار. الحاجه الثانيه المهمه العرض والطلب هنا داخل مصر، زي ما قلنا في فتره الاعياد في ناس بتخطب، في ناس بتشتري ذهب، بيبقى فيه اقبال على شراء الذهب شويه في فترات الاعياد، وبالتالي ده بيزود سعره مع ارتفاع الطلب. ولكن كاستثمار خلال السنوات المقبله
الذهب هو الملاذ الاستثماري المهم في ظل توقعات خفض الفايدة في أمريكا. طيب سريعا وقبل ما نطلع لفاصل، أي أفضل أنواع الاستثمار في الذهب؟ المشغولات الذهبية ولا السبائك ولا الجنيهات؟ الحاجة المهمة جدا أن الذهب فيه ثلاث حاجات رئيسية، سواء الجنيه الذهب ده الأساس بتاعه أنه هو بيبقى وزنه 8 جرام وعيار 21، ده وإحنا بنتكلم دلوقتي في حدود 25500 جنيه، في بعض الأحيان بيوصل ل 26000 على حسب هو متغلف ولا لأ، يعني في تغليف وفي شركات وبراندات كبيرة شهيرة وبالتالي بيبقى سعرها شوية أعلى من المتوسط البراندات التانية، في 10 براندات تقريبا في مصر مهمة في الجنيه الذهب. الحاجة التانية المهمة أن السبائك الذهبية زي ما قلنا بتبتدي من ربع جرام وبتبقى ده الوزن بتاعها، بتبقى عيار 24 مش عيار 21، عيار 24 وبتتدرج في ربع جرام وفي جرام وفي نص جرام وطبعا في 2.5 جرام وفي حاجة طلب عليها عالي برضو اللي هي 5 جرام وفي 20 جرام وفي 50 جرام لحد ما بنوصل للألف جرام اللي هي وزنها كيلو. الحاجة الثالثة المهمة المشغولات الذهبية. يعني ليه مهمة؟ ليه مهمة؟ ألف جرام دي بكام دلوقتي؟ لا متجاوزة الأربعة مليون ومتين وخمسين ألف جنيه تقريبا، الأربعة مليون وتلتمائة ألف حاجة كده يعني. بس هو الفكرة الأساسية، وطبعا الناس اللي بيبقى معاها أرقام، إحنا دايما المجتمع كله شرايح، في ناس بتبقى معاها أرقام كبيرة بتشتري، في ناس بتبقى معاها أرقام قليلة زي ما قلنا بتبتدي من 1200 جنيه اللي هو وزن الربع جرام. السؤال الإجابة على السؤال إيه الفرق بين الحاجات دي وبعضها؟ المصنعية. المصنعية بتبقى قليلة جدا في الجنيه الذهب وفي السبائك الذهبية، بتزيد أكتر في المشغولات الذهبية اللي بيشتري حلق، بيشتري غويشة، بيشتري سلسلة، الحاجات اللي بالشكل ده بيبقى المصنعية زيادة عليها شوية. ليه؟ لأن فيها شغل كتير، وبالتالي الشغل كتير ده بيزود المصنعية وبيزود القيمة اللي بيحددها الجواهرجي لشغله.